السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب ان شاء الله بخير ومستمتعين وطيبين رجعت لكم كرافت زي ما وعدتكم دايما ان اي تحديث ينزل تجريبي او تحديث كامل راح انزل عنه اليوم نزل التحديث اللي هو 12 w 25 a التحديث يعني بواشياء بسيطة مرة الاضافات اللي اضافوها انك دقيقة بس خليني بلغي ذولي اوكي الاضافات اللي اضافوها انك الحين الفلقر الفيلجر بما انه من اول كان فيه غش انه تعطي مثلا ودك تجمع مثلا تفاح كثير ولا في هذاك شوف دقيقه بس خلنا نوصل ذاك اوكي مثل هذا تعطيه وش اسمه وات اه واحد 21 حبه يعطيك اميرالد فبيكون بها غش يعني مثلا تلقى انت عندك مره مثلا عندك ثلاث اه مثلا 10 ستاكات ووت تعطيه يا تأخذ منه امبرلد واجد فهنا قالوا لك انه من ثلاث مرات او من اربع مرات لين 15 مره على حسب وراح يروح مثلا الويت يعني خلاص ما تقدر تعطيه ويت يعطيك امرالد فهمت هذا الشيء الاول الشيء الثاني انه حطوا الخش ايش اسمه الدرج من اول كانوا حاطين اللي هو بس اللي هو هذا بس زودوه في التحديث اللي قبل هذا وهذولي وحطوا اللي هو الدرج هذا النفس هذا مو من التحديث الجديد لا اللي قبل حطوه من هذا يعني صار كل شيء الحين الوان والشيء الثالث انهم ضبطوا الاندر تشيست ما ادري ايش ضبطوا فيه بس كاتبين انهم ضبطونا ضبطوا الاندر تشيست يعني اذا مدته وزي كذا يبقى الاندر تشيست باغراضك وزي كذا الشيء الثالث والاخير اللي هو اتوقع انه احسن شيء بالحياه لا صار عندك مثلا اخوك نشبلك وده يلعب معك وبدون ما تروح تسوي سيرفر ما ادري ايش اذا صار اخو اني صار اذا صرت انت اخويك مثلا بنفس البيت على نفس الشبكة تجي تجي من هنا اوبن تولان وتضبطوا لكم جيم وخلاص وتحط ستار يبدا خلاص يعطيك الرقم هذا زي ما تشوفون و... وش اسمه خويك يدخل من عنده ما ادري شلون طريقتها بس ان شاء الله ب... اذا عرفت لها بعلمكم يعني انه خلاص بدل ما تسوي سيرفر على طول بس تضغط هذه وتدخل انت اخوك مثلا تلعبون بنفس المودم اهم شيء الشرط الاساسي انك تكون بنفس المودم وهذا كان الشرح اللي بحط لكم رابط ليش رابط, التحدي... رابط التحديث رابط التحديث بالديسكربشن موقع موجانج و وش بعد واللي يبي شرح شلون طريقه التركيب شرحته قبل تقريبا اربع او خمس فيديوهات راح احط لكم بعد الرابط بالديسكربشن رابط الشرح هذا كان كل اللي عندي اتمنى اذا عجبك الفيديو لايك وفيفرت ويلا السلام عليكم